سغاشن يا أفر أردي ودميستي علومتا إسلامك يا برشادة قرآنك يا كقلن جبيي معدك من تيمية مغالا دا كولومبوس وهايو بقلال دادو يسوكو جرا والدين أصحاب يا أردي دا معدك يا سوبو إحدا فيه هالك حفلة دا قلن جبين تو كدعي سيئو هول كوين هوتيل كماريان وحانا دان كودا كسو قيب غلي مسوليين سياسيين غن عسوتو علوم يا قيبها بلشادة كوا سودا مانتو دهن بليييي دادالك أردادا يا معلمينتا إيوح برشادة 2022 يا 2023 أردادا يا صوبان لغا ودو دا قوند يغو أقاركونا أقريي قرآنك عقيدة دا فقيغة أحكانتا يوليبا علوم كالي أو آدو بدن عرور آدو يريير آيا نشيدة يلوقة دا عربيغة كو صوبان لغي أهمية دا قوند يا برشادة دين تا إسلامكا معد كانو سان دوال با صوبان لغا ودو دا قوند يا إيشاليات دا كو دحلي يهين يا نقون يا معد كاليا أو أردا إنتاسي لغا كاقلين جبيان سان دوال با وحاونا نقونا يا معد كي وغوه ريو إسلاميا وقبيهانا قبل كانو هاي كتيرا وحفلة ديو أهيد مد آدو حيساب بدان أيو دعادة سيدتان مسجد ابن تيمية برنامج كان إلهي سبحانه وتعالى ودورتي إيوغو إيناي مارتي بودقون نقضان وحان رباسي خاصة هو يمكن أن نقول إلهضو بلشدينا قيب باتهين قيب تكالنا إذن كا كوريي إذن كا برباريي إذن كا وحبري سيقونيا هو يوين كا قد عينيا إلهي سبحانه وتعالى هيدا حفظه إلهي سبحانه وتعالى أولادنا أولادنا هيدا يقلقه أولاد كوين الدوكستان الدون عربينا مهد عليو معلمين تا أرضيدا نحاوي قروح لبان صوصار تي إلهي سبحانه وتعالى إيقنا هكا جزيو ونا قودا يوحقوات قودا وما ديوها يان وحاربينا مهد عليو مدير كدوكسيقا شخص رعاني يحاوي رجع معهد كمامورا إلى سبحانه وتعالى كل جن يحاوي في ميزان حسناتك ما قدره وأنا قد مضوا هيسان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كادو صدق بحسنة ده ما أنت الدولار جيف كوكو هيسان موالد كام بورصة ده كوكو هيسته وقف قعدت كويسو تكتو كيرا وحسي دولار كوا أنا صوب بحسا أديك أنا تضحية سميسيد وهاي وسيس قفكي قفكي دولار وقاعد أديك أنا وحب ما هيسيتي سما ساكرفايسات سميسيد تضحية سميس علمي أساس ما بالعكس علمي هداد خف لو ذاكته أديك وحبا كامرنا قصاي علمي تقينات بسيئات كيستي قفك كلو أن علمي هاي السنين علمي زيادة وهر سوى وين وين سيتويشن وحليرة أساق أسا قفك على سيبرا أجر كيذا وقوص سعودة مركز دادال كان فنتي يعني مال قشتين المهن إلى هي أجري حسنات هذين كسي كل وقول يستول قل لي بان المهن الله كوضع لي إن شاء الله وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله عظيم الشان بكل نعمة هو رباني ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي هاشمي أحمد فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة كي يحفظوا العلوم حال الصغر فإنه كالنقش فوق الحجر أرجو لها القبول بين الناس تكون في التوحيد كالأساس فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول خذ نصيحة بفهمه أصحاب القرون الأولى إن أنا إيش شيء درداري إيش شيء عندوني ورئيسه مالي أنا وحنا معلن لباتن إيش أنت أنا مدن أخذ ميني أما دكتور دحنا وأخذ ما يا أما كوسرة أما كوهاسة إيجام عدبة ورئي ماشي عن كوس عنه سان أوس عنه إيجاد عن كوس عنه ورئيسه مالي وحفي عن ما والله أنا بريدي شيئين وعن ربا إن كل ماذا نوع أنا قروح بدن لبديهم ولي بجيبك أنا جان عندك اللي نكغيب قالنا في عن أو أحياء عن سياسة يا كهرنا ويا كوميونت أهان ماشي عن كسر عنا أنا جي عرور تاني والله بالله تلا وان كلا دقائق ناي هذا أرنت على فكرنا والله ولا بابي رندا ردي شيء سيف عن بلا بابي محايا المال والبو حاسيب بدن يجيبك وعندك الصومالي يا والد كصومالي وسيك الفغانية عرور تاني كاسة بابي ilaahay ku dhashay fariir waxa gaal ka martay ay sameeyeen quman ka martay madu martay ka ba arurta ni baabi waxa sidoo arurta waxa ugu roonaada war ilaahay ku dhashay 4th grade iyo 5th grade wa elementary school wa ilaahay ku dhashay ma wax kan loo gada ilaahay ku dhashay war waalidiin oo kaas arurta ni baabi ogaada insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waqtigan dad yar tahay school ka dhigan jirnay ardayda ugu xariifsan أما إيه بلاس نقطعه حي أهين أرض القرآن كدمي سيما أولي بكو حفتيا وهي مسكحه مركزتي أو أتكشف قيسيسه
ويسيب الأرنيسة على هذا عفلا يا أنت أقانت إذا هذا كمبيوتر هذا هارد درايف إلى 2 تيرا بايت أي أقوي لكن مسك هذا وكسي وينت لكن واحد وقعتان سأقول ما ضاي نوش شيء واقعنا حبين كستي أول ضيعه وحين نقطة هول جب قعدتنا أقوير أدي ما أتى أكون جبتوا لقو حلو بريت هذا أتفرتيد وحيو بعنتا فيسكال ترى بين الأد وهاي الشقادي الشقادي زي كجوجس بس كحنا ساسو كلوي كأرضي ذا عن كبورينو إن حفتيان قرانك إن حفتيان سننك يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن حفتيان سيادة منظومة دي أوكرة يوي حيلا مدأ مارا إلمو حفتيو مار عقلي سويناري كباسة تيجا أما إنت قادة إسلام بس كحنا يسو أي فليسو بل كهو أركنا دات لهذا محان هلا يا حدان دمئيو أرتا نوشن أدوية دوا كميل جان آخرة أيها نقن يا قف كاسي قفك أبوك خير بدن إله أكثر أودو من ربك؟ ربي الله. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. أذكر آيتين من آيات الله. الليل والنهار. أذكر مخلوقين من مخلوقات الله. السماء والأرض. سمية ما دينك؟ ديني الإسلام. وما الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما أركانه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا. What are the levels of Islam, Sumaya? الإسلام الإيمان الإحسان. وما الإيمان؟ هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. ما أركان الإيمان وما عددها؟ أركان الإيمان ستة وهي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. سمية، is one's level of faith stable? No, one's level of faith is not stable. It increases by obedience and decreases by disobedience. ما الإحسان سمية؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وأنه يراك. هل للإحسان أركانه؟ لا، ليس له أركان وإنما له ركن واحد كما ذكرنا هو كما ذكرنا. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وما شروط لا إله إلا الله؟ شروطها سبعة وهي اليقين، المحبة، الصدق، العلم، الانقياد، القبول، الإخلاص. What is the greatest thing that Allah commanded? The greatest thing Allah commanded is توحيد. تكبير. تكبير. Good job, Samaya. الله يحفظك ما شاء الله. Samaya, Samaya. سلوسو أقاسمي عرورتا قروح لبضان ما شاء الله عرورتا يا والدك يا معلمين تا يا مامر كبا آدبان وقوم هذين نهاوشا عرورتا هاي سواقبتين نمعادا آهي آن هاي سنو ورير نورتكو هاي ستو آن اقو وستي قد قاني اواربانو كان ما هاي سنو بكان نمعا هاي ستان هورتا نمعادا هاي ستان كوم من تيدا هل فاملي بان نجي ما دوم صرنا دول بواش يا جاي عيالك ما حد كوجا بحنا حاجة يجا علومي كيهن علومه حبال لجوي ديا وهو ذا دو جمعها أنا واخد بضيان عرورتنا القرآن بيقول قال علومنا واكيهن حاجة وكوه ما حد كبحة مرورة نمعوين بهذا النبع هذا هذا كخسارة أي واحد كي يمد معه تذكر سلا وقروح هذا بدن عرورت عيار ركع إيوه حاول يكوي كسي ورجيب معدك مركي أنا أساسي إني اسم الله هين ما أنت هلك أسقارية رجع أساسي عالمنا يا ما أنت أنا جاك تشوف بس أنت كله هولك كله يا مالك كله أي هذا وحوي هذه والله يا بقى أركضين يسون قدان
لكن مركي أنا أساسي إني وحيم النجاة هي ذو كلية وربل وحون طلابا قاضي لكن مره هذه وضركتان رجي وحوي أنا كأساسني أستاذ عبد العزيز وكمدي هاي أستاذ حسن وكمدي هاي أي هذا وحوي ما ملعنا وحوي فرعان كقاضي تاسو عقتنا إسا خير كإن لبلابا ونناي تاي وحوي مهم أرنت أصدرنا ما من تيمية كلية مجتمع عدن سوماليات مجرد كولومبس aya waxay u tahay fadli iyo faan waxay ku faani karaan xayalay waxaan nahay hal neeshin baan nahay daanahay ibn taymiya daanahay mas daanahay abubakar sidiq oo westiga daanahay waxa weey salaama daanahay kulli isku mid baan nahay dad walaala ah oo muslim ah oo hal dhaqan hal culture hal waxa weey diin haysta ayaynu nahay arintaas markaa waxay ku timid isfahan iyo taawun bay ku timid طلبة كستة أو هرمرة ولا جارة وحكوت مادة إن دادكو أي كوا ذا شقيان سعيد كأن واحد يابها وكوعم بحي وحكم ده جد ده معلمين تا يوالد كأو ذا شقيان أيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحين وبها إن والدين رجع يدوم ربا أردنا يركينا أركان جريه هنا كتاب دين إسكا صار نظام ميسس كماها النجو آخرنا ين والد هذا ده سجى وكويس آخري read 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 kuayso anna ada sameeyneen dibay keenisa the first word from allah ilaha noo kaso degay muxuu aha iqra read taas waxa ku tusinaysa awr kitab qiimaha uu ilahay u leeyahay akhirsi qiimaha uu leeyahay wanaag uu leeyahay marka si ay noogu daydaan salaadihi markii aan laga soo gaarin masajido oo kariin lala tukado lagu jamaa lala jamaa istaardada quraanka hortooda lagu akhriyo ay dareemaan qiimaha uu leeyahay تاسن مركو رادر دارميا كذب حدينو سيع المدعو الشيغين اسقبصنا مامل معلمين يا والد الى نسكو جيدا لين هي اسكو هدف بان لين هي ميل بان توغنينا وان وبخنا ير يركا الله سبحانه وتعالى انو نسيي غفتيغا الله انو هيبيستي ددك قار ملايين اي كو رادينيان واخ ولباي كولا ايهين حدينو اسكو جيداس ايدا حدينو ودا قادانو oo si sax ah wada sax ah ku wada aan u wada u marno si dib yar baan biidin lahayd taala hormar wanaagsan ugu sameyn karaa waxaan mar walba dardaarmaya meel adag baa lagu nool yahay xaalad adag baa lagu jira hadaan ardayga sida hadda shuuxa qaar u sheegayeen baan guriga lagu soo diyaarin macallinku wax badan kama qaban karo الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم نفتي يا نفتي إذا يا نفتي أهل كينبا إلهي وحين نغبر إياه إنو عذاب إلهي إنو بادية عذاب تاسو أي عنتدد تهاي ضدك يا لقحنت عذاب تاسو أي قعنتكو هيان ملائك وحو إلهي فري فرتون أمرك إلهي نقول شقية مرك إلهي سبحانه وتعالى شركنا يا شرك أهل كنا عذابها كدور إلهي وحين نغبرية أدون كنا راحة آخرنا جنة دمانتين ما هذا إلهي كذب وحانو مهد علينيا داركترك مساجد كن متيمية دمانتود أنا كلا قادين برنسبول كيغا معلمين تدمانتود والدين ته أرضيضا لما أنت نحن دلائي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هدى إلهي كذب سلامتا كذب ولا ليال ما أنت وحينو قراجوينية 46 student فوهيكات 21 معد روري اللباطن ما قران يصلح لاتنا فرلاتن تيتاي او قرآن ولا ليال حتين اني وحليسو استاجي لبا كلمه دو اه كلمه دي والدك يا كلمه دي معلمينك ما دام لبدي بانو كو احي ان كلمه دي معلمينك هدان كو هرمره ان ولا ليال مالينتا ان جراتويشن قبنو حد صدح بلود كهر اي معلمينك وحي بلابان ان علميهن قروخدود يا فرحدود دياريان حقيقة دي واحد يبعتها كمرة يوحى هول كمرة والد وهداد وقال لحيدين بقول والد أو بحال هلي لها نعاوية ونقرب تاقن إن بلسي تاسو مرد عضو وحي دعضا برنس بلك إيا معلمين تو إنا هاوش أو دان أي دبر كودو كرد عضو سادح دي هبين إنو قدن بيسي رنتي إلا ونقلوك هبيني مو ونشقينيني waagu markuu bariyana waxa laga yaabaa inaan fajar ka dib aan shaqada bilowno macallimiinta masajidka principalka qofna isteemelihin maanta hadduu hadalka naga khaldamo ama aan hadli kar weyno hana la yaabina marka macallimiinta waalid hadaatiin wallahi waxaan idin dhihi lahaa aad iyo aad ugu mahadnaq hawsha naftiina iyo nafta carruurtiina bay u hayaan marka maadaama waalidiintii aanu aan kamid ahayn taaganahay معلمين تدمانتين وحان إذ الله يولا ليال جزاكم الله وخيره وجزاء إلهي سبحانه وتعالى هيدح في ذا دونك يا أخربا أدونك نراحا إلهي ذيك قبري أخرانا جنو ينكسنو ذيك عسوم And if you don't know the haram from the halal and you don't seek the knowledge in Islam you'll reach an age where you fall into bid'ah, sins and innovations
In another hadith narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "He who follows a path in the quest of knowledge, Allah will make the path of Jannah easy for him." Al-Islam is the only religion that I know that advises people from an early age to study and to learn so that they don't fall into sins. Allah in the Quran Azza wa Jal says they could devote themselves to studies in the religion and admonish the people when they return to them so that they may learn to guide themselves against evil. This is found in Surah 9, Ayat 122. The good thing about seeking knowledge in Islam is you will get double the reward for learning it and also for teaching people. And if you teach somebody something new, every time they act upon it, you will get some of the ajr for it. Anagu af Soomaali ma ku hadalna dadkeena waa weyn laakiin ilmeenu English bay ku hadlaan. Markii gaab badan baa u dhaxay ilmaha iyo waalidka. Waxa laga yaabaa waalidka ilmaha isku guri deganaysa isfahmin. Masaajideena badana programyada waxay ku socdaan af Soomaali. Aad waxa u dhacda casharada qaar anigu markaan dhex fadhiyo inaan noqdo qofka ugu yar. Markaas kale waa naxaa mustaqbalkeena ah oo aan dhahay anaga bedeli doona. Marka waxaan masaajidka iyo dugsiga baan bogaadinayaa in hawshaas wax laga bedelo oo Soomaaligan oo ku hadalnaa laakiin in dadka yaryar 50% waa ka badan yahay waxaan dhihi lahaa aniga 75% dadka aan af Soomaaliga fahmina waxaan isleeyahay 15% English kaan fahmina 15% kama badna marka in 15% xoog la saaro oo 75% aan loos garayno horta waxay nagu tahay qasaare nagu tahay marka maasha Allah waxaan ku soo gabagabeynayaa teena diinta iyo in almaana barno wadankan qofku waa inuu soo ugu noolaado waa inuu waxbarasho haystaa waxbarashadana waxay ka bilaabataa pre-K-ga ka bilaabataa waardiin badan aan ogeyn inay jiraan laga yaabaa jaamacad qofku inuu aado waxay ku xiran tahay educationka uu helo waliba elementary education wax badan bay ka qaataan marka iskuulo badan oo hadda inner city-ga dadka aan aadnaa jira waalidiinta marka waxaan ku dhiirigelinayaa iskuulka ilmahaagu dhigto inta aan nin ku imaanin oo uusan ku dhihin iskuulkaasaa fiican ilmahaaga geyso inaad adigu baaritaan samayso oo aad ogaato iskuulkaasi wuxuu yahay ma yahay iskuul ilmahaaga tomorrow ciyaal kale uu la tartami karo kulligan waxaan jecelnaa ciyaalkan in injineere dhakhtare ay wax noqdaan laakiin waxa xaqiiqa cunugaaga hadii educationka hore uu ka laabo inuu minimum wage employee noqonayo marka ilaahay subxaana wa tacaala kulligan ha hanuuniyo bulsho wanaagsan oo isku filnaatan allah naga dhigo wasalaamu calaykum الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتفتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم أجري والعفو مع غفرانه والبر والنية شطر لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل طبعا سؤال الله يري انت أكدب شهادين بيهور يا الله ما يرى بدنا حفرده أنك قيب قلو وحلو بالله بيجري عرده لكن أنه تيم كي لشغين يا الله بركي معلمين تشرفته بدن waxaan ka codsaday codsigina way yeeleen way soo hor dhigan Allah barakeeyo tiimkaana wuxuu duud ducay runtii ragaan hadda arkaysan iyo gabdhahan hadda in hawshana maamulaya muddo dheer bay ku soo jireen hawshan si fiican bay u soo qaban qaabiyay xafarda qurux badan bacda laayiga soo rageliyay Allah barakeeyad baan idinka mahadcelinaya ilaahina ajrigeeda ha idin siiyo waxaan ku yiri marka walaalayaal ardada waxaan ka hormarinaynaa macallimiinta kulli kamooda gaarsiin karno laakiin qayb kamida macallimiinta oo aan badnayn
معاني كيسكوا هنا وكعذر دارنا يا ماها وحن كانت ظروف ما جرت وحن كان المقعد وغيره وين ما هن إن معناها سكلا إلى أن نقوم بنقص تهرجيننا معلمين تسبح حنكون أيق عن كبلا بيا شهادوينك because وادد كسوس صار أردنا هذه الصورة قالتها يقولوا أنا كحشونة يدك أتردد يدي علماء يدي لما أنا ده وحير أن صير يستغنوا أسام علمين تجلس سيسان شهادة عاد بنا أوصل لها جزاكم الله خير الله يبارك فيكم معلم كانوا يريو حاور يا معلم عبد الله عبدي دنكو كي ما ذا بيوصي دي جزاكم الله خير معلم عبد الله عبدي معلم كلابات معلم أنس أحمد أو أسستن يا رنتي جزاهم الله خير جزاكم الله خير أو سيدي بيسان وقت كان فوضينا يا شاهدين كون سيدي دي ويا إن شكو ديغاس كلا سيب بحن دونا إن شاء الله مع اللينك كوحيقا مع محمد أبو بكر مع اللينك كوحيقا مع اللينك عائشة حاجي waxaa ku xiga macallima macallimadeena yana Falis Jaamac Allah barakee dhamaantood Allah barakeeyo waxaa igu sii xiga macallimadeena iyo waalidkeena ba Allah barakee Farxiya Abdullahi waxaa igu sii xiga Sheikh Hassan Noor Allah yahfada runtii hawshan qayb weyn ka waliba xaq qaatay ما شاء الله واني قاعد ادي كشكيني شيخ حسن الله يبركه وين دليره واني شيخه ما شاء الله واني خريجه فرم جامعه الامام هل كان واخ كبرت سنبل او ما انت ارديدان انت هلكان كبرتي لغه العربيه انت بيس كده مكو قاتي اسلامي فقهي عقيدتي وما كو قاتي مسجد كنا كدبنا بلاد الحرمين او اادي وجاءت جاءت الإسلامي جاءت الإمام حكوس برت الرياض كده من ما أنت ديار يدين الله إنه علم جاي دكوا عليه وحان سيدو كلام عالين كاني وينا ما شاء الله مع المحسن عثمان يا سنو ويريا هل كان وجه ذا سيدو كلام عالين وحان ويريا معني كنا وانا سنة شرفت بدل مع محمد أبيكر مع محمد أبيكر الله يحفظه وحال كان ويريا سيدو كلام معلمة معلمة دهني روق عدا غينا هيد معني زهرة بلا الله يحفظها معلمين تكلا رنتي إلهي أجري وين حسي كل جد ومعلمين وذا شرف بدن وذا قيمة بدن وذا شرفا الشهادة يمكن بلغ جرسين وياي أنت مركز نوه ريسك أنت لقوق قبطي أي يسكن نقدين نصيب كسرية شيء كل جد وحان لا يهاي وحاد بريس أنا مدة كلام الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه معلمك إلهي أنه أقبله وكو شرفت بدن أدونك كو قيمة بدن ويان سورة سورة كان صلى الله عليه وسلم وشاك هدنا حكو سدويني أسي أرداد الله وقيبيو قدق أرداد وقيبين لها الشهدين كان سدويني وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم تكبير تكبير now أستاذ عبد الله earlier said You know, this, what Ma'al Mukhtar said earlier, that we were the foundation of this Mahad. I remember back in 2013, it was 35 boys and almost 60-some girls, mashallah. At the end, there were 11 of us. And then every year, we keep asking for extra year. It was a two-year program, and then can we have one more year, third year. And then third year, one more year, fourth year. And then fourth year, she says, no banaya. مركز جزاكم الله خيرا هذا نوح كسر دوينا يا ميكروفونك حسن who is doesn't need an introduction he's already talked about it to give out the certificate for the graduates from the Mahad Ibn Taymiyyah فليتفضل أخي مشكورا بسم الله إن شاء الله just protocol everyone We'll be walking the stage this way, entering from there, and finishing over there, inshallah. طيب. عبد الرحمن عبدي. أنس.
Anas, have all of them stand up. Get in line. It's an order. Get in line. Ibrahim Abdel Noor. Mahmoud Abdi. Mustafa Abdi. Sadiq Abdullahi. Samatar Jama' Yasir Gura Yusuf Abubakar Yusuf Abubakar Asiya Abdul Noor. Sisters, already stand up. Get in line, in order, inshallah. طيب. عائشة عبدي. آمنة فارح. مريم آذن عبدي. مريم عبدي. محب يوسف. نجمة عبدي. نجمة سعيد. رحمة يوسف. سميرة جامع. سعاد إبراهيم. سمية عبدي. ها؟ عائشة حسن. سمية عبدي. And last but not the least, Zainab Tahir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And magacayga waa Farxiye Ahmed Abdullahi, kamid ah waalidiinta masjidka Ibn Taymiyah, la ina yaqaan Umu Zakariya. Masha Allah, maanta halkan waxaa ka dhacay graduation. And kasoo arday kasoo baxay maxadka Ibn Taymiyah, dugsiga iyo higada. ilmo 9 arday ku dhaw ayaa noo graduateysay haday noqon lahayd maad maxay ahayto maxad quraan iyo higaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan gaarno hormarkaas een waxaan ku baraarujinayaa waalidiinta Soomaaliyeed ilmaheenu hadii wax la baro waa dadka wax baran og laakiin inaga ayay inooga baahan yihiin garab waa inaan macallimiinta garab siinaa waalid hadaynu nahay community-geenan aynu soo saarna waxaan aad ugu mahadcelinayaa waalidiintii dhashay caruurtii maanta graduateysay waqtiga iyo juhdiga ay geliyeen iyo ardaydii maxallayahay ardayda dadaalka ay sameeyeen iyo macallimiinta waqtiga ay geliyeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo aad baan idin salaamayaa iyo bahda SNTV iyo Sona Production aad baad u mahadsantihiin waa jeclahay inaan imaado maanta xafladan wax badan xaflad waa jooga hadda laakiin inaan meesha ka hadlo ma jeclaysan laakiin waa ku qasbanahay marka aad baan ugu faraxsanahay xafladahan oo kale inaan qabano waalidiintana inaan gacan ka geysano aad u fiican tahay een maxadkan in ilmahan maanta la sii daayo kuwa last year aan ka qeylinayay kuwan in la sii daayo ma jecelin in college nalo furo oo ilmi college loo furaan kasii jeclaan lahayn hadii aan la idmo waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta oo ilmahan juhdi badan gelisay baan boqolkiiba boqol ilaahay maxaal dhahaa ilaahay ajir weyn ha ka siiyo iyo maamulka dugsiga Ibn Taymiyah oo dhan iyo waalidiinta oo dhan iyo intii caawisa oo volunteer gareysa oo dhan iyo bahda Sona TV oo u mahadcelinaya iyagana aad ugu faraxsanahay magaciga waa Jamila Jaamac Ali waxaan ka mid ahay waalidiinta masjidka Ibn Taymiyah alxamdulillaahi rabbil caalamiin xafladan maanta meeshaan ku qabanay graduation-kan I think waa kii afraad alxamdulillaah waxaan nimcow weyn ah oo wax la taaban kara ah sanadba sanadkay ka dambeeyso way ka balaadhantay oo ka weyn tahay
qasahan aniga waxaan ahaa waalidintii maxadka ilmo ay u bilaabeen maxadkan waa cunugi afraad oo hadda ii dhameynayo aadi aadi aad baan ma aragtay macallimiintii soo abaabushay ma aragtay samaysay aan ugu mahadnaqayaa nimca aan la soo koobi karin baan ma aragtay ka gaadhnay waxaan ku baraarujinayaa waalidiinta kale ee magaalada nala degan ee aan nimcadaas haysan inay ka soo war doonaan nala qaybsadaan macaanka aadi aad baan ma aragtay macallimiintayada maamulka imitaymiya kuwa maxadka kuwa dugsiga dhammaantood aan ugu mahadnaqayaa ilaahay raxmaanka ma aragtay jasadooda jannaha ka dhigo waalidiinta ma aragtay dadaalkaas aan la koobi karin gaaray aniguba ugu wixii laga maray aadi aadi aad janad firdoos calaa waa leeyahay ilaahay abaalkiina ka dhigo gaar ahaan waxaan uga hadnaqayaa baxda t v ga sona production aadi aad baa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum my name is ibraahim axmed asalaamu calaykum my name is samuto jaamac in maanta xafladan ku jirnay we did a xaflad for macad and quraan today alxamdulillah amazing day for both quraan macad and hingaad and we all learned a lot from our times in during Quran and alhamdulillah I finished the Quran today wait certificate walking laag balnasi hatta sah and that's all about it alhamdulillah alhamdulillah